كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. أنا لم أطلب منك حياتي. لا تعلن للعالم أني في خلوة هذه الغرفة التمست منك حياتي. لا، لن أقول ذلك. لن أكذب بشأنك. أنت رجل شجاع.